علق عبد القادر الخراز على اتهام الفنانة سناء عكرود له بإهانة المرأة المغربية والتقليل من قيمتها، وذلك خلال حلوله ضيفا على البرنامج الحواري كاريزما مع مراد العشابي. وفي البداية نوه الخراز بالمسار الفني للممثلة عكرود وببدايتها في هذا المجال، قبل أن يعلم أن لها مشاركة في فيلم مصري رفضت الفنانات المصريات وبعض الفنانات المغربيات المشاركة به، مشيرا إلى أنه كان لها به دور خليع ويحط بكرامة المرأة المغربية، مستنكرا ومتسائلا في الآن نفسه عن السبب الذي دفعها إلى قبول لذلك الدور. وأكد الخراز بأن تجسيد عكرود لذلك الدور قد أنزل من قدرها ومكانتها، متهما إياها بإهانة المرأة المغربية لكون العمل لا يستطيع الشخص أن يحضره رفقة أطفاله وعائلته. واتهم الخراز الممثلة عكرود بقبول تجسيد ذلك الدور من أجل المال، مضيفا بالقول شكون اللي طيح بالمرأة المغربية، الخراز ولا هي؟ أنا كندافع على المرأة في البرامج ديالي، تخرج هي باش تدير البوز باش تمحي داك الشي اللي داز، قالت الخراز ندفع بيه وندير وندير. وأضاف عمري ما جاوبتها. علاش ما عمري جاوبتها؟ قالوا للناس ليست أهل باش تجاوبها. كنت غنجاوبها ولكن من اللي شفت الفيلم ما نجاوبهاش، حيت كاين شي ناس من أجل الفلوس يديروا ليك اللي بغيتي.